بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي طلبه وطلبات الصف الثاني الاعدادي. معكم مستر طه الغيطي من قناه ذكي الحساب مثلا. النهارده ان شاء الله هنبدا في اول حلقه في منهج الهندسه وفي اول السلسله اللي احنا قلنا عليها اللي هي اسمها رياضه تكوي. وانا عايزك دلوقتي، انا هشرح لك دلوقتي الهندسه، مالكش دعوه بحد، ما تسمعش كلام حد، ما تعقدش نفسك. لما تيجي تتفرج على الفيديو تكون انت يعني زي ما يكون يعني بيقولوا صافي ذهنيا، ما فيش ورق مشوار، مش متضايق من حاجه. المهم انا عايزك تصفي لي ذهنك في الخمس دقايق اللي هشرح لك فيهم دولت، وان شاء الله هتلاقي كل حاجه سهله جدا معاك. تعالوا كده نبتدي بسم الله وسم الله كده. اول حاجه عندنا هنا في الهندسه حاجه اسمها متوسطات المثلث. متوسطات المثلث كلام كده، هم ثلاث كلمات على بعض. ايه هم؟ بقول لك هنا لما يكون مثلا عندك هنا ايه مثلث، هتقول لي ماشي تمام ادي مثلث. وممكن تاني برضو لو انت مثلا المتوسط ده عباره عن قطعه مستقيمه، قطعه مستقيمه متوصله او جايه من عند الراس، جايه من عند راس المثلث كده ونازله في الضلع اللي قصاده، هو ده المتوسط. تمام، يبقى المتوسط الثاني هو ايه؟ عباره عن قطعه مستقيمه جايه من عند الراس ونازله فين؟ عند الضلع الايه المقابل. فهي لما نزلت عند الضلع المقابل نصفت الضلع دهوت لنصين، نصفت الضلع اللي قصاد دهوت ايه نصين، يعني قسمتهم اتنين قد بعض. لو كان الضلع ده مثلا كله على بعضه ب 10 سم، يبقى اذا الضلع ده بكام؟ الحته دي هتبقى بكام؟ ب 5 سم، وده برضه هتبقى بكام؟ ب 5 سم. هو ده المتوسط، او ده عنوان الدرس بيتكلم عن حاجه اسمها متوسطات المثلث. يبقى تاني كده، متوسطات المثلث او المتوسط هو عباره عن قطعه مستقيمه من الراس الى ايه؟ الضلع الايه؟ المقابل. او الواصله بين راس المثلث الى الايه؟ الضلع المقابل. ونصفت كمان الضلع المقابل ده، خلاص؟ خلاص. يبقى تمام كده؟ تمام. هو ده الايه؟ المتوسط. طب المثلث له كم متوسط؟ المثلث له ثلاث متوسطات. ادي المتوسط الثاني اهوت، وده المتوسط الثالث اهوت. يبقى ده متوسط وده متوسط وده متوسط، ده برضو قسم الضلع اللي قصاده ده لجزئين وده برضو لجزئين. تمام تمام، كويس قوي. يبقى المتوسط هو عباره عن قطعه مستقيمه واصله ما بين الراس للايه؟ للضلع المقابل. تمام. المثلث له كم متوسط؟ له ثلاث متوسطات. الثلاث متوسطات دولت بيتقابلوا في النقطه دهيت، بيتقابلوا في النقطه الايه؟ ديت، دي النقطه دي. طب النقطة دي اسمها ايه؟ اسمها نقطة تلاقي متوسطات المثلث. اسمها ايه؟ نقطة تلاقي متوسطات المثلث. اسمها ايه؟ نقطة تلاقي متوسطات المثلث. تمام. يبقى المثلث له كم متوسط؟ له ثلاثة. والنقطة دي اسمها ايه؟ نقطة تلاقي متوسطات المثلث. طب تعالى بقى نفهم بقى الكلام المهم بقى. ماشي. المتوسطات ديت لما تقابلوا مع بعض ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ما حصل ما بينهم تقاطع، او حصل بينهم حاجه اسمها تقسيم. لو جيت تلاحظ هتلاقي الحته دي اتقسمت، الحته دي اللي احنا بنتكلم مثلا في الضلع ا د، ماشي، الحته دي اتقسمت ودي مثلا م، م ديت للنقطه الحمراء دي. الالف د ده كله على بعضه، الضلع ده كله على بعضه اتقسم، اتقسم لجزئين، اتقسم للجزء الاولاني اللي هو الالف الالف م، والجزء الثاني اللي هو الميم ايه؟ د. الميم ايه؟ د. يبقى كده اتقسمت لجزئين، الجزء الاولاني اللي هو الف ميم والميم د. لو جيت تلاحظ هتلاقي الالف ميم اكبر من الميم د، صح ولا لا؟ صح. عشان كده نسبه التقسيم بتاعتها بتكون 2، ونسبه التقسيم بتاعت ميم د 1. معلش يا مستر ثانيه واحده كده. ايوه. يعني ايه نسبه تقسيم؟ هقول لك يعني نسبه تقسيم. اقول لك مثلا ايه؟ تعالى نعمل مشروع والمكسب التلت والتلتين. يعني التلت والتلتين؟ يعني مثلا انا اخد التلت، او انا اخد التلتين وانت تاخد التلت. ده معنى كلمه التقسيم، او معنى كلمه نسبه. بس التلت والتلتين ديت دي مش فلوس، ده مش عدد، ده مش رقم، صح ولا لا؟ صح. يبقى الاثنين والواحد ديت اوعى تتعامل معاها كانها رقم، دي نسبه تقسيم. يعني ديت الالف ميم اكبر من الميم دال بمرتين. وخلي بالك دي نسبه مش رقم. تاني هو زي ما بقول لك، لما نيجي نعمل مشروع ونقسم المكسب بس مثلا تلت والتلتين، او الربع والتلات ارباع والكلام ده. تمام. يبقى الاثنين والواحد ديت مش ارقام، ما تتعاملش معاها كانها ارقام، دي نسبه. والالف ميم اكبر من ميم دال ب مرتين. لو جيت تلاحظ بقى القاعده المهمه، متوسطات المثلث او نقطه تقاطع متوسطه او نقطه تلاقي متوسطات المثلث تقسم المتوسط بنسبه ايه؟ 2 الى 1 من جهه الراس.
2 الى 1 من جهة الايه الرأس، 1 الى 2 من جهة الايه، 1 الى 2 من جهة القاعدة. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. يبقى تاني، نقطة تلاقي متوسطات المثلث تقسم المتوسط، تقسم المتوسط بنسبة 2 الى 1 من جهة الرأس و1 الى 2 من جهة الايه القاعدة. يبقى الالف ميم ديت نسبتها بكام؟ ب2. الميم دال نسبتها بكام؟ ب1. طب لو قلت لك بقى الالف دال دي كلها على بعضها، الضلع الف دال نسبته كام؟ الضلع الف دال نسبته كام؟ لو كنت لاحظ 2 و1 يبقوا 3، يبقى النسبة بتاعته ب3. النسبة بتاعته بكام؟ ب3. ده الجزء اللي انا كنت عايز اقولها لكم النهارده، وان شاء الله يعني تابع الفيديو اللي جاي بعد كده هتلاقي الشرح على او الحل على الجزء اللي احنا قلنا ده. احنا قلنا من الاول تاني، نعيد من تاني، ان قلنا المثلث له ثلاث متوسطات. المتوسط عبارة عن قطعة مستقيمة واصلة ما بين رأس المثلث الى الضلع المقابل، والضلع المقابل لايه؟ لهذا الرأس. والنقطة تلاقي متوسطات المثلث بتقسم المتوسط بنسبة 2 الى 1، دي اهم حتة، 2 الى 1 من جهة الرأس و1 الى 2 من جهة الايه؟ القاعدة. اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.